الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وبناء على اليوتيوب اللي وضعه الأخ محمد رسيني الله يجزاه خير، أقوم الآن بتجربة زراعة شجرة السواك أو الأراك. والفكرة نعيدها للتذكير، وإلا فإن الفضل بعد الله للأخ محمد رسيني، هي عبارة عن ماسورة 6 بوص تقريبا متر، تنزل تحت الأرض 30 سنتي، ويوضع فيها الرمل بالشكل هذا، وبعدين توضع الشتلة ويترك تقريبا 30 سنتي، وتسقى يعني بمعدل مرتين في الأسبوع مثل ما تشوفين العامل الآن. يضع الشتلة ويكون فيه مساحة بمعدل تقريبا أيضا 30 سنتي. العملية بسيطة جدا، وبإمكان أي شخص يعني يعمل تجربة في بيته إذا كان عندها مساحة لو بسيطة، لأنها أصلا ما تأخذ مساحة كبيرة مثل ما أنتم شايفين. طبعا بعد إن شاء الله مرور 8 شهور سوف نرفع أول شتلة بإذن الله. طبعا الهدف في وضع شجرة السواك في الماسورة بحيث أنها تطلع يعني بشكل مستقيم، المسواك يضع بشكل مستقيم، وإحنا جربناها الحقيقة عندنا هنا على الأرض وما نفع بصراحة، يعني طلع ما كانت الإنتاجية، كانت ضعيفة جدا. وأنا الحقيقة حبيت يعني أعيد نشر الفكرة لنشر السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يكون هذا المقطع وأجر ما فيه من محتوى لوالدي رحمة الله عليهم. وبعد إن شاء الله 8 شهور إن شاء الله، يعني قبل رمضان بإذن الله، بنرفع أول شتلة، ويكون إن شاء الله المناسبة